النهارده مثلا من ضمن الكلام اللي انا سمعته النهارده ان النادي الاهلي اتكلم مع فايلر ومع كارلوس كيروش ومع مارتن يول ومع مش عارف مين ومع مورينيو ومع المرحوم برونو ميتسو ومع يا جماعه مش كده خلاص. النادي الاهلي والراجل حتى بيتسو موسيماني لما طلع وقال او عمل بيان اتكلم وشكر جمهور النادي الاهلي وشكر اداره النادي الاهلي وكان هناك بعض الخلافات او الاختلافات في وجهات النظر. في الاخر انتهت رحله بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. متشكرين يا بيتسو، كتر خيرك، مدير فني قعد مع النادي الاهلي 20 شهر، استطاع ان هو يحصد بطولتين افريقيا، يصل لنهائي افريقيا مره، اثنين سوبر افريقي، ونقدر بقى نعد كل الكلام ده. متشكرين جدا بيتسو موسيماني، له في قلوبنا ما له من حب وكل حاجه كويسه وكل حاجه برضو، لانه بيتسو موسيماني في بعض الاوقات وزي ما حضراتكم عارفين انا اكتر واحد او هذه القناه كانت اكتر قناه واقفه جنب بيتسو موسيماني، مش عشان بيتسو موسيماني، لا، عشان بيتسو موسيماني هو المدير. انا اللي يهمني اسم المدير الفني للنادي الاهلي، المدير الفني اللي كلنا هندعمه خلال هذه الفترة. بيتسو موسيماني مثلا كان له أخطاء، طبعا كان له أخطاء، دي بقى كانت بتتقال وبتتقال في كل الاستوديوهات التحليلية، في كل البرامج هنا في قناة الأهلي. كان ليه أخطاء طبعا كان ليه أخطاء، وأخطاء كارثية كتير اتكلمنا عنها وكتير اتكلموا عنها ومصر كلها اتكلمت عنها، لكن يستحق مننا لان ده اللي انا اتعودت دايما من جمهور الاهلي. انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجه، وانا اسف ان انا هدخل حاجه شخصيه في جمهور الاهلي. في بعض او بعد ما مشيت من النادي الاهلي رحت لعبت في نادي حرس الحدود، وكان النادي الاهلي بيلاقي نادي حرس الحدود في المباراه النهائيه في الكاس او السوبر، مش فاكر، في السوبر. فنادي حرس الحدود كسب النادي الاهلي بعد المباراه او بعد نهايه المباراه، كل جمهور النادي الاهلي اللي كان في المدرجات وقف وحيا كل لاعبي حرس الحدود. ليه؟ المنظر ده بالنسبه لي انا كواحد ما كنتش بلعب في النادي الاهلي في ذلك الوقت يعرفني قد ايه ان ده جمهور محترم، جمهور عارف هو بيشجع فريقه، شاف ان فريقه عمل اللي عليه، ولكن حرس الحدود في الوقت ده كان موفق او كان فكسب البطوله، فسقف لحرس الحدود بمدربهم في ذلك الوقت طارق العشري، وكنت انا بلعب مع حرس الحدود في ذلك الوقت. بعد المباراة جمهور النادي الأهلي اللي كان موجود في الاستاد كله سقف لطارق العشري، سقف لحرس الحدود، سقف للعبد لله. ده معناه إيه؟ معناه إن ده جمهور بيحترم الناس، ده جمهور بيحب الناس اللي عملت معاه أي حاجة أي حاجة. فما بالك بمدير فني عمل خد بطولتين أفريقيا وخد وقعد عد بقى، وفي نفس الوقت أخطأ وعايز يمشي عشان قد يكون عنده عرض ثلاث اضعاف اللي معروض عليه في النادي الاهلي، واللي النادي الاهلي ما يقدرش يعلى عن كده. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك من هذا الكلام، ده كلام بيتقال هيبان خلال الايام القادمه ايه اللي بيحصل. لكن في النهايه بيتسو موسيماني له كل الشكر، متشكرين يا بيتسو، بنشكرك على الفتره اللي فاتت، زي ما بيان النادي الاهلي اوضح لحضراتكم بالظبط. قال لكم ايه؟ قال لجمهور النادي الاهلي ان النهارده بناء على طلب المدير الفني بعدما تمسك به كل اعضاء المجموعه اللي كانت موجوده وكابتن خطيب وكل المجموعه اللي موجوده مع ياسين بيه وحسام غالي وبقيه الموجودين، اعلنوا تمسكهم ببيتسو موسيماني وان هو موجود، عايزينه يبقى موجود، ولكن هناك بعض الامور اللي يجب ان يكون في اتفاق ما بينهم وبين بعض. في النهايه بيتسو موسيماني بناء على طلبه زي ما حضراتكم شايفين في البيان اعلن النادي الاهلي انه تم فسخ العقد بالتراضي. نقطه من اول السطر. متشكرين يا عم بيتسو، متشكرين جدا جدا جدا، انا بنحبك كلنا كاهلاويه وسعداء بوجودك كمدير فني خلال الفتره اللي فاتت. يلا بقى خلاص، شكرا بيتسو، لما يجي تاني هنسلم عليه ونحضنه ونبوسه وكل حاجه حلوه، وانت راجل عملت لنا حاجه كويسه جدا، ولكن النادي الاهلي هو اللي بيعمل الناس، هو اللي بيعمل المديرين الفنيين، هو اللي بيعمل اللعيبه، هو اللي بيعمل الاجهزه الاداريه، هو اللي بيعمل الاجهزه الفنيه. النادي الاهلي هو اللي بيعمل رئيس النادي، النادي الاهلي اسمه بس هو اللي بيعمل اعضاء مجلس الاداره. فالنادي الاهلي لا قد يتاثر طبعا مدير فني وبيمشي وبيمسك المدرب العام مكانه شويه لغايه لما
يتم الاتفاق على مع مدير فني قادم خلال الفتره اللي جايه. طبعا هيتاثر، ولكن عارفين امتى ما يتاثرش؟ عارفين حضراتكم امتى ما يتاثرش؟ لما يبقى في جمهور زي جمهور الاهلي، لما يبقى في جمهور بيحب اسم النادي الاهلي فقط، ما بيحبش حاجه تانية. عايزين تعرفوا القصص وايه اللي حصل، وبيتسو لما دخل قعد مع الكابتن قال له ايه، والكابتن كلمه قال له ايه، وده قال هيفرق معانا ايه الكلام ده؟ هل الكلام ده هيفرق معانا في حاجه؟ لا، الكلام ده هيشتتنا بره اللي احنا عايزينه، وهيقول لنا حاجه واحده فقط، ان احنا او ده اللي عايزين نتفق عليه خلال الفتره اللي جايه. عندنا حاجه واحده فقط نتفق عليها، وهي ان عندنا مباريات الفتره اللي جايه لا تحتاج الا الى تضافر الجهود عشان اقدر اكسب هذه المباريات، عشان اقدر اكمل ان انا اخد الدوري العام واخد كاس مصر اللي فات واللي جاي والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. مسانده الجمهور واجبه خلال هذه الفتره، مسانده الجمهور مطلوبه خلال هذه الفتره. الا هتسمعوا بقى ايه، اصل بيتسو دخل من الاوضه فلقى فلان الفلاني فرفع حواجبه ونزل حواجبه وقعد الناحيه الثانيه وحط رجل على رجل وادهم ظهره، ما مش ده الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه من ساعه ما تم الاعلان لغايه دلوقتي؟ كل واحد هيقول، وكل واحد هيدلي بدله، وكل واحد عنده مصادره جوه النادي هيقول، هو حر. ولكن دايما جمهور النادي الاهلي احنا في طريقنا، احنا النهارده كل الناس بتقول لي كده. انا الكلام اللي انا بطلع اقوله لحضراتكم ده انا باخده من كل الجمهور اللي بيكلمني، والله اقسم بالله انا في ناس كتيره جدا بتكلمني، والنهارده تحديدا بعد ما تم الاعلان انا ما اعرفش هم مين، ما اعرفش هم مين. بيقولوا احنا بين الجمهور الاهلي وبنحب النادي الاهلي جدا، وما يهمناش مين اللي يمشي ومين اللي يقعد، احنا كل اللي يفرق معانا اسم النادي الاهلي، وان احنا ناخد الدوري وناخد بطوله الكاس وناخد البطوله الافريقيه السنه اللي جايه، والمجلس الاداره ده احنا بنثق فيه وعايزينه يجيب لنا مدير فني جيد، احنا بنثق في محمود الخطيب كده. انا اسف ان انا بقول هذه محمود الخطيب كده، لكن هم قالوا لي كده، احنا بنثق في محمود الخطيب وبنثق في ياسين منصور، وعارفين ان هم هيعملوا لنا احسن حاجه. ده الكلام اللي انا بسمعه من طول النهار النهارده، هو ده الكلام اللي انا بسمعه. وبالمناسبه كل اللي بيكلموني صدقوني مش عايزين يعني حتى ان الواحد يقول اسمهم ولا اي حاجه، لا، هم بيحبوا النادي الاهلي وعايزيني اوجه كلمه لجمهور الاهلي ان احنا في ظهر، ايوه في ظهر النادي، وهنفضل في ظهر نادينا وهنحب نادينا وهنفضل واقفين في ظهره مع اي مدير فني موجود تختاره المجلس الاداره. ننتقد ونقول ان المدير الفني ده كذا وكذا وكذا، وزي ما قلت لحضراتكم هتسمعوا بقى حاجات كتيره جدا، اصله دخل، اصله خرج، اصله اتكلم في التليفون، اصله ما جاش اساسا، اصله جه، اصله كذا، اصله رايح الزمالك، اصله رايح بيراميدز، ما يروح. لا يا جماعه، اللي مشي من النادي الاهلي او اللي تم فسخ التعاقد معاه من النادي الاهلي خلاص انتهى. من هنا اصبح بيتسو موسيماني، او من الساعه 1 الظهر منذ ان تم الاعلان رسميا عن هذا الامر، اصبح بيتسو موسيماني حر يروح في الحته اللي هو عايزها، يروح في الحته اللي هو عايزها. عايز يجي يروح الزمالك يروح، عايز يروح بيراميدز يروح، عايز يروح الاتحاد السكندري يروح، عايز يروح اي نادي في ال 17 نادي اللي موجودين، لو عايز يروح نادي درجه تانية يمسكه، هو حر. ولا يفرق مع النادي الاهلي في اي حاجه. النادي الاهلي، وانا بقول لحضراتكم هذه معلومه، اللي انا بقول لحضراتكم ده معلومه، النادي الاهلي قفل الصفحه من امبارح بالليل او من النهار، منذ ان تم، خليني اقول لكم، منذ ان تم الاعلان عن فسخ التعاقد، ان ما كانش قبلها بيومين تم. ما هو انا دلوقتي لو في مدير فني انا حاسس ان بيحصل حاجه او بيفكر في حاجه وراح هنا وجي من هنا وعمل هنا وما بي، لازم هفكر، لازم هتكلم مع ناس تانية، ولازم هيجي لي سيفيهات عشان اشوف، ولازم هبص على هذه السيفيهات واعرف هل ممكن اجيب اسلام، هل ممكن اجيب محمد، هل ممكن اجيب فلان، هل ممكن اجيب علان. لا، هو ده اللي عمله النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، وبالتالي قريبا ما تقلقوش من اي حاجه. النادي الاهلي ده بجمهوره هتشوفوا هيعمل ايه في المباريات القادمه. وانا وجهه نظري ان قد يكون عدم وجود بيتسو موسيماني دفعه كبيره جدا ودفعه ايجابيه كبيره جدا لما هو قادم، سواء في الدوري او في كاس مصر القديم او الجديد، لانه المدير الفني اللي هيجي هيبقى موجود باسمه بشكله واقف قدام، لكن لسه ما عرفش اللعيبه، لسه ما عرفش اسماء اللعيبه، لسه ما عرفش محمد هاني بيلعب ازاي، لسه ما عرفش الشناوي واقف ازاي، ما اعرفش مش عارف مين عامل ازاي، ما اعرفش.